جايبين الاتحاد النسائي ذو الاحتياجات الخاصة حتى إنه إحنا نعمل تفاعل بينهم وبين الناس الطبيعية وندمجهم مع بعض ونشوف كيف تفاعلهم مع بعض. الرسالة منها إنه نشوف كيف هم كيف بيتعاملوا معنا إحنا كناس طبيعية في تفاعل، كيف تفكيرهم، كيف قدرتهم على الحكي معنا. يوم ترفيهي لهاي الفئة باسمي وباسم جامعة الشمس التقنية خضور وباسم تخصص تصميم الأزياء فردا بنرحب فيهم في الجامعة وإحنا مبسوطين أكثر منهم بوجودهم معنا. إحنا حابين نعمل لهم ندعمهم دعم معنوي نحسسهم إنهم فئة هم منا مش جزء تاني، نخليهم يندمجوا معنا في المجتمع. وأنا بشكر الطلاب اللي هم أعطونا هالفكرة وبشكر إدارة الجامعة اللي وافقت إنهم يجوا عندنا هنا على الجامعة.